هناك مخاوف كبيرة لأن هذا الزلزال يعتبر هو الأشد منذ حدوث الزلزال السادس من الشهر الجاري، الزلزال المدمر الذي حدث في كهرمان مرعش. وهذا الزلزال الذي تحدثت إدارة الكوارث عن أن قوته بلغت 6.4 والثاني 5.8، يعني دعا أو أدى إلى خروج الآلاف من الأهالي في تلك المناطق إلى الشوارع، وهي ليلة صعبة وأيام صعبة بعد الزلزال المدمر وبعد ربما الحصيلة الكبيرة من الضحايا والتي تجاوزت أكثر من 40,000 بحسب إدارة الكوارث. الآن الذي يحدث أن السلطات تحاول إصدار بعض البيانات وتتحدث عن توجيهات وإعطاء التعليمات اللازمة للسكان المحليين في تلك المنطقة بضرورة عدم الدخول إلى المباني الآيلة للسقوط، لأن هناك مخالفات من الأهالي خلال أيام القليلة الماضية وفي كل البيانات التي صدرت عن إدارة الكوارث وكذلك المسؤولين الأتراك آخرهم نائب الرئيس حذر الأهالي ويقول بأن التواجد في هذه المباني هو يعرض أصحابها لخطر الموت في حال حدوث هزة ارتدادية، فإنه من المرجح أن تنهار عدد من المباني لأن كثير من المباني انهارت خلال الهزات التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية. كان هناك توضيح من إدارة الكوارث وسحب لإفطار سابق من مخاطر حدوث موجات مد جراء هذا الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي بقوة كبيرة، وكما نعلم بعض المدن في هاتاي لها يعني سواحل سواء في إسكندرون وفي سمنداغ، وبالتالي الآن تم سحب هذا التحذير أو إلغائه وهو ما ربما يعطي. أبو طالب، هل تم تسجيل عدد من الإصابات في المناطق التي ضربها الزلزال مجددا، الأضرار التي نتجت حتى الآن عن هذا الزلزال؟ نعم، تم تسجيل 8 مصابين نقلوا إلى المستشفيات بحسب التصريحات التي صدرت عن نائب الرئيس فؤاد أوكتاي في مؤتمره الصحفي قبل قليل، ومن خلال المعلومات المتداولة على مواقع التواصل وكما نعلم اليوم العالم أصبح قرية صغيرة، هناك تأكيد لحدوث انهيارات في منازل داخل هاتاي من التي كانت متضررة أو صنفت على أنها آيلة للسقوط، وكذلك يجري الحديث وتأكيدات عن وجود بعض العالقين. لا نستطيع الحديث عن أرقام بانتظار البيانات والتصريحات الرسمية، ولكن قال نائب الرئيس بأنه السلطات تتعامل مع نحو 30 إخطارا بوجود عالقين تحت الإنقاذ أو 28 كما قال، وبالتالي تتعامل السلطات الآن مع بعض البلاغات في ولاية هاتاي حول وجود عالقين تحت الأنقاض. هذه أنقاض جديدة لمنازل مدمرة أبو طالب أم أنها كانت منازل سابقا مدمرة خلال الهزة الزلزال الأخير الذي وقع الزلزال الجديد قليلة. يعني الزلزال الجديد هناك مباني جديدة تضررت وهناك تحت الأنقاض ناس، ومن المؤكد أن حدوث منازل أن هناك منازل تدمرت وانهارت جراء هذا الزلزال الذي ضرب أو الزلزالين الذين ضربا ولاية هاتاي قبل ساعة على رؤوس ساكنيها. أبو طالب، يعني لا نستطيع الوضع أو الحديث عن أعداد لأنه من المتوقع أو من الممكن أن يكون هناك بعض الأفراد أو بعض الذين خالفوا قرار السلطات بعدم التواجد داخل هذه المنازل، وبالتالي ننتظر التأكيد الساعات القليلة المقبلة. يعني الآن وسائل الإعلام وكذلك الأهالي وعلى مواقع التواصل يتحدثون عن أفراد قلائل يتم التعامل معهم، ولكن نائب الرئيس عندما يقول بأنه يتعاطون مع 28 إخطار الآن، السلطات تتعاطى مع 28 إخطار بوجود عالقين تحت الركام، فنحن ننتظر البيانات التي قد تصدر تباعا وربما بشكل متسارع خلال الساعات القليلة الماضية، لأن طواقم العمل منتشرة بشكل كبير على الأرض كما هو معلوم في ظل استمرار حالات البحث عن عالقين، البحث عن ضحايا تحت الركام. ولاية هاتاي وكهرمان مرعش كما هو معلوم من الولايات التي استثنيت ولم يتم الانتهاء تماما من عملية انتشال الضحايا وكذلك المفقودين من تحت الركام.